شمعة بدلتها الإمارات. ذكرى تهمان منبر لتضحيات وشهادة على النضالات التي يقوم بها العمال وتساهم في ترسيخ مبادئ الكرامة وتعزيز الدفاع عن الحقوق المسلوبة. تذكري رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي الدعم الاجتماعي. تحتفل الطبقة العاملة اليوم بعيد العمال فتح ماي، كذلك يحتفل الاتحاد المغربي للشغل بهذا العيد عن طريق التواصل عن بعد أو المناظرة المرئية عن بعد، وذلك احتراما للتدابير الاحترازية المعمول بها خلال أيام الجائحة. فعلا هذا اليوم هو اليوم الذي يلتقي فيه العمال ويحتفلون به بالمكتسبات التي حققوها طيلة السنة، ولكن حرمنا من هذا العيد، ولكن ما حرمنا منه أكثر هو الحوار الاجتماعي، لأن الحكومة لم تلتزم بما ينص عليه الدستور وينص عليه القانون، وذلك حوار ثلاثي الأطراف خلال دورتين في السنة، حيث أنه حرمنا من دورة أبريل التي طالما حققنا فيها جل مكتسبات الطبقة العاملة. ميلود معصيد، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، نائب الأمين العام. سوف أتكلم عن القطاع ديال التعليم على اعتبار أن الأخ الأمين العام قال الكلمة ديالو فيما يخص التظاهرة ديال فاتح ماي لهذه السنة. فيما يخص قطاع التعليم الذي يعرفه احتقانا غير مسبوق، ونعتبره بركانا داخل الساحة التعليمية، نظرا للمطالب العادلة والمشروعة ديال مجموعة ديال الفئات التي تحس بغبن. وكذلك نسجل في هذا فاتح ماي كفاتح ماي السابق تهرب الحكومة من الحوار الاجتماعي لحل حالة الملفات المطلبية لمجموعة ديال الفئات، حتى يكون هناك استقرار تربوي يؤدي إلى محالة إلى بيئة تربوية تعود بالخير على الناشئة ديالنا. وبالتالي اليوم الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وهي تحتفل بفاتح ماي، تؤكد على مواقفها الثابتة والعادلة والمشروعة من القضايا المطروحة أمام الوزارة هي التربية الوطنية، ونتمنى صادقين أن تكون استجابة فورية لمجموعة من الملفات المطلبية الضاغطة لمجموعة ديال الفئات التي طال انتظارها، وتكون أجوبة آنية في هذه الفترة الحرجة في فترة الامتحانات، حتى يعني النساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم انخرطوا في الفترة الأخيرة ديال الامتحانات من أجل إنجاح هذه العملية التربوية. وندائي إلى الوزارة وإلى الحكومة وإلى جميع المكونات باش يبعدوا على تسييس كل الملفات المتعلقة بالحوار القطاعي وفتح نقاش جاد ومسؤول من أجل إيجاد نتائج ملموسة وتعاقد ملموس ليفضي إلى حل نهائي لهذه المشاكل المطروحة على الطاولة ديال الحوار، ومن بينها أساسا قانون أساسي عادل ومنصف لجميع الفئات. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.